طيب خليني أعطيك ملاحظة ثانية يا دكتور. تفضل. يعني موقف السيارات، أنا شخصيا يعني لاحظت أنه المساحة الأكبر من موقف السيارات القريبة منحت لدور العرض والفي آي بيز. أوكي احنا يعني نقول ما يخالف، الناس الشخصيات الهامة والمشاركين في الندوات والهذا يفترض ان كلهم مواقف مخصصة، لكن جزء كبير خصص للمشاركين كدور العرض، بينما الزوار اللي هم المحرك الاساسي للمعرض يفترض ان يكونون هم الاقرب، لانهم ايضا هم متحركين، يعني يجي ويزور ويطلع ويجي بداله، بينما صاحب دار النشر او الموظفين في دور النشر من الصبح الى الليل هم محتل الموقف الاقرب. ما تلاحظ هذه من الاشياء اللي يجب تلافيها؟ نعم اتفق معك، وهذه من الاشياء اللي الان قاعدين ندرسها بشكل دقيق عشان نتلافاها في المعرض القادم. ارجع اقول انه كان كمان العدد الاقبال اكبر من المتوقع، والمنطقة التي يقع فيها المعرض تعاني من بعض التحديات المرورية أصلا، اللي هي المنطقة اللي عند واجهة الرياض، ولكنها كانت المساحة الوحيدة المتاحة لإقامة معرض بهذا الحجم. طيب إيش نتوقع في المعرض القادم في الرياض؟ يوجد لدينا خطة مرورية مختلفة تماما، مساحات مواقف ضعف المساحات الموجودة، وترى المساحة اللي كانت مخصصة للفي اي بي يعني انت كبرتها شوي، هي كانت مثلث صغير مو مرة لا بس حقين يعني دور النشر حقيقة كانوا محتلين المقدمة كاملة. هم احيانا يحتاجون يطلعون يجون لانه بشكل مستمر بعد دور النشر. عموما كل يعني واحدة من اولويات او الدروس المستفادة من المعرض القادم هي الخطة المرورية بما فيها المواقف السيارات، لانه كان عندنا ايضا مشكلة في الخطة المرورية. تتوقع الآن في معرض الرياض القادم من ناحية الأنشطة اللي حتقام فيه؟ بإذن الله سيكون أيضا معرض يعني متجاوز لما قدمناه في معرض 2021، سيكون من حيث المساحة، من حيث تنوع دور النشر راح يكون عندنا بلدان أكثر من دور نشر عالمية نحاول نستقطبها. سيكون هناك أيضا برنامج، إحنا زي ما قلت لك في برنامج الثقافي حق معرض الكتاب حرصنا على تفعيل جميع قطاع الثقافة، يعني كان عندنا مثلا عروض للطهي في المعرض، وهذه تقام في معارض عالمية بحكم أنه كتب الطهي تعتبر من أكثر الأجناس الكتب شيوعا، فسويناها في المعرض. كان في حفلات موسيقية، كان فيه عروض مسرحية منتشرة في الرياض. غالبا معارض الكتاب السابقة كانت طبعا تقتصر عليها الأنشطة على الأنشطة الأدبية والفكرية فقط، ولا يوجد تفعيل للأنشطة الثقافية الأخرى مثل الموسيقى مثل المسرح مثل الطهي اللي ذكرته. أتوقع نشوف في المعرض القادم دورات في الموسيقى في المسرح. هو في عندنا ورش عمل، طبعا المعرض 10 أيام، ورش العمل تتناول هذا الشيء، حتى المعرض السابق كان فيها يعني بعض الورش العمل عن بعض القطاعات الثقافية بشكل يعني محدد، وأخذنا مستوى الإقبال عليها في المعرض السابق ونحاول نعكس على المعرض القادم عشان نعرف مثلا التوقيت المناسب الوقت المناسب وغيره. مثلا جناح الطفل اكتشفنا أن جناح الطفل يعني إقبال كبير جدا من الأطفال على جناح الطفل والمشاريع اللي فيه، فنحاول إن شاء الله يكون في المعرض القادم حتى مساحة أكبر شوي للطفل، لأنه ودنا العائلة تقضي اليوم كامل هناك، تضع طفلها في الطفل حتى في حضانة للأطفال، يمكن أنهم يتركون الطفل في رعاية مشرفين مختصين ويتجولون في المعرض.